بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الأتمين الأكملين وعلى آله وصحابه ومن والاه من اقتفى أثره وسلك نهجه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوة والأخوات الطيبين المباركين. الحمد لله رب العالمين الذي مهما طال الغياب نلتقي، لقاؤنا يومي ولكن لقاء البثوث المباشرة التي نتطرق فيها لمواضيع أو للإجابة على أسئلة المرضى أو شيء من هذا القبيل، نعتذر لأننا دائما نتأخر عنها، فجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لكل خير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونعتذر من كل إخوة الأخوات على طول غيابنا على البثوث المباشرة الليلية، فأشكركم جزيل الشكر على تواجدكم وعلى حضوركم وعلى انتظاركم، وجزا الله خيرا، جزا الله خير خير الجزاء كل أخ وأخت نشر هذا البت أو طاقه عند الإخوة والأخوات الغائبين أو ساهم في دعم هذا البت. فنسأل الله العظيم أن يكون هذا العمل خالص لوجه الكريم، لا رياء فيه ولا سمعة، وأن يبارك لنا ربنا سبحانه وتعالى في جمعنا هذا، وأن يجري على سنتنا الحق، إنه ولي ذلك القادر عليه، وأن يجعلنا هداة مهتدين للحق، هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. آمين آمين يا رب العالمين. نبدأ على بركة الله تبارك وتعالى. والإخوة والأخوات جزاكم الله خير، لا تبخلوا بنشر هذا البت عند الإخوة والأخوات اللي راهم غائبين معنا الآن في هذه الليلة، مع العلم أن هذه مدة ما درناش بثوث مباشرة لليلة، قدر الله ما شاء فعل. بغينا إن شاء الله بإذن الله عز وجل هذه الليلة نجيب على كم من الأسئلة التي لم يسبق لنا أن أجبنا عليها، وخاصة الإخوة والأخوات اللي سبق لهم طرحوا أسئلة ديالهم في بثوث مباشرة سابقة، وموفقنا ربنا سبحانه وتعالى الإجابة عليها. فأتمنى إن شاء الله أن تكون هذه الليلة أفضل من كل ليلة، وهذا اللقاء أفضل من كل لقاء، وأن يوفقنا الله عز وجل الإجابة على أسئلة كثيرة وتكون من نوع جديد، حتى تكون الفائدة عامة. ونتمنى إن شاء الله أن تكون أسئلة مفيدة التي تأخذ منا وقت طويل، لنسعى بإذن الله عز وجل في شرحها وقتا طويلا حتى يستفيد كم كبير من الناس، وإن شاء الله تكون أسئلة مفيدة ويستنفع بها جميع الأخوة والأخوات. نتوكل على الله عز وجل ونبدأ في استقبال أول سؤال. وكما نقول دائما، إذا وجدت أي سؤال وجدته مهما ونافعا وسينفع الجميع، ودعت الضرورة أن يأخذ من وقتي الكثير ولو أخذ البت كله، فسيكون ذلك. المهم عندنا في كل جمع وفي كل لقاء نلتقي أن يكون لقاء فريدا من نوعه، وتكون فوائده عظيمة وخيره وفضله كثير كبير يعم الجميع بإذن الله عز وجل. غرضنا من هذه البث المباشر وكل البثوث المباشرة السابقة والقادمة أن ننشر الحق ونزيل الغبار على أعين الناس من الضلالات والبدع والشركيات والخرافات والتفاهات. ونتمنى إن شاء الله تبارك وتعالى أن يتعلم الجميع الحق وينظفوا عقولهم من الباطل والضلال والشرك والخرافات والخزعبلات، ويبقى دائما هدفنا الواحد وهدفنا الوحيد ونشر الحق والعلم الحقيقي بعيدا عن الخزعبلات والترهات والخرافات، وبالتجارب الحقيقية التي لا تخالف الشرع بدون اجتهادات باطلة. إن شاء الله نجيب جميع المرضى وكل الحائرين التائهين في حالاتهم الغريبة العجيبة، كل الذين ضلوا طريقهم وضلوا طريق الشفاء. هذا هو الأساس في هذه اللقاءات المباشرة. إذا كان الصوت منخفض فارفعوا الصوت من هواتفكم، ما تنساوش أن النهار كامل احنا في الرقية، فقدر الله ما شاء فعل. إذا كان الصوت متعب فنعتذر، ونريد إن شاء الله أن تكون أسئلة جديدة من نوع جديد. بسم الله، نتوكل على الله ونبدأ في الإجابة على أسئلة المرضى. عند سماعي للرقية أول مرة أتأثر، وعند سماعي المرة الثانية لا يوجد تأثير، هل أستمر على سماع نفس الرقية أم لا؟ لا، بطبيعة الحال ورجعي للأصل، وراجعي حالتك في البداية كيف كانت، والأشياء التي كانت تؤثر فيك، والتعطيلات التي طرأت على حياتك، وهذا هو التشخيص الحقيقي الذي سيؤدي إلى رقية نافعة. كل ما أسمع رقية العين والحسد أحس فوق ركبتي يسرى ثقل، ما هو تشخيصك؟ غالبا يكون خادم عين الحسد يستقر في ذاك المكان.
كيف أفرق بين صرع وهمي وصرع حقيقي؟ هل الوهمي يحدث فيه تحريك الجسم واهتزازه؟ في كلتا الحالتين قد يحدث الاهتزاز، في المس الوهمي، المرض الوهمي أو المرض الحقيقي، في كلتا الحالتين يظهر لك المريض يصرع. فهذه المقاييس صعب أن نشرحها لك، لابد من التطبيق، لابد أن تكون الحالة موجودة في بث. إذا كنت تتابع أخي أختي محبة الخير، إذا كنت تتابع البثوث المباشرة أنا ألمح لذلك، لا أستطيع أن أظهر، ولكن إذا لاحظت ملامح وجهي وطريقة كلامي إلى غير ذلك ستفهم كيف أفرز بين المس الوهمي والحالة المريضة حقا والحالة التي غير مريضة بمس، ربما عندها مرض نفسي أو مرض وهمي أو تكذب وتتصنع المرض أصلا، هي ليست لا متوهمة ولا مريضة نفسية. حتى نفرق بين الإنسان المريض المصاب بالمس والإنسان إذا كان يكذب، أو الإنسان إذا كان يتوهم المرض، أو إذا كان مريض مرض نفساني ولا بد له من طبيب. الحالات تختلف هنا، ولا بد أن تكون عندك واحد الخبرة، مش في الرقية فقط، خبرة في الذكاء، أسلوب التعامل، إلقاء الآيات والتنقل من آية إلى آية وملاحظة الحركات إلى غير ذلك. هناك أشياء كثيرة لا بد يعني أن ترى بالعين المجردة أكثر مما تنطق باللسان، تشرح بالكلام، فيجب أن ترى بالعين المجردة، وأنا أفضل ذلك. ولكن أختي محبة الخير أبشري بإذن الله عز وجل، تابعي البث المباشرة وإن شاء الله ستوفقين لفهم كلامي، إن شاء الله توفقين، الله عز وجل سييسر لك إن شاء الله لتفهمي هذا الجواب. هذا الجواب لا يستطيع أحد أن يجيب عليه باختصار شديد، وإذا أجاب عليه باختصار شديد فهو يشق على صدور الناس، صعب صعب والله العظيم الأمر، صعب أن نجيب عليه باختصار شديد، هناك أننا نشق على صدور الناس، قد تقع في الخطأ، قد يكون الإنسان مريض وأنت تتهمه بالوهم أو تتهمه بالكذب أو تتهمه بالمرض النفسي وهو أصلا مصاب بمس من الجن أو عشق أو سحر أو عين أو حسد. فلما توجه له هذه التهمة قبل أن توجه رسالتك وتقول أنت لست مصابا بمس، لابد بل ويجب وشرط عليك أن تعي جيدا ما تقول، فستغير مسار هذا الشخص المريض، حتى تقول فلان مريض بمس وهمي، أنت تغير مسار حياته. وإذا أردت أن تغير مسار حياته يجب أن تعلم أن الشخص إذا ثبت أنه مريض مستقبلا فأظن أنك آثم، لأنك اجتهدت واجتهادك باطل. القرآن الحمد لله إذا رجعنا للأصل والحقيقة التي يعلمها الجميع ونعلمها كلنا بإذن الله عز وجل، أن القرآن لم ينزله الله عز وجل خاصا بشفاء الأمراض الروحية من مس أو سحر أو عين أو جن. القرآن أنزله الله عز وجل شفاء ورحمة لكل الأمراض ولكل الأسقام ولكل الأدواء بإذن الله عز وجل. فقد يشفي الله عز وجل به حتى الأمراض العضوية من سكر ومن أورام ومن سرطان ومن علة ومن برص وجدام ومن لضغة عقرب ولضغة أفعى. هي مسألة تتعلق بقدر الله عز وجل وحكمة الله عز وجل. الله أنزل القرآن، والقرآن صالح لكل الأدواء وكل الأمراض وكل الأسقام لقوله سبحانه وتعالى، وقول الله فوق أقوالنا وفوق علمنا وفوق اجتهادنا وفوق كل شيء تعلمناه. الله عز وجل قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. كلام الله عز وجل لا يصده صاد ولا يرده راد، ولا يجتهد فيه مجتهد لينكر فيه شيئا قاله رب العالمين. إذا أردنا أن نخصص القرآن ونقول أن القرآن فقط يشفي الأمراض العضوية فهذا خطأ، ولكن الحمد لله رب العالمين، إذا كنت ذكيا بالقرآن وبالرقية ستشفي المريض من المرض الوهمي، إذا كنت ذكيا موفقا بإذن الله عز وجل، ذا خبرة تحب الميدان، عندك أمل كبير وحب كبير أن الناس تشفى على يديك، سواء مرض عضوي أو مرض روحي أو وهم أو إلى غير ذلك، فبالقرآن بإذن الله عز وجل حتى قد تعالج حتى من عنده وهم بالقرآن، بالرقية، بالكلام، بالحوار، بالجلسة، باستنطاق، بالأسئلة، إلى غير ذلك، بإذن الله عز وجل ستخرج المريض بالوهم من الوهم إلى الشفاء التام، إلى أنه بدأ يقول أنني لا أحس بشيء، لا أشعر بشيء، لا يوجد في شيء، أو أن الجن الموجود فيك خرج. من الوهم تنقله إلى الوهم، خروج وهمي، من الوهم تخرجه من الوهم، إذا كنت ذكيا بلغت درجات من الذكاء. فالأمر بإذن الله عز وجل يتطلب حب فقط، الأمر ليس صعبا والله العظيم، الأمر يتطلب حبا منك فقط، الأمر يتطلب حب منك فقط بإذن الله عز وجل، وأن تعطي ولا تبخل ولا تقنط ولا تيأس، والرحمة بإذن الله عز وجل تنزل. أما بالنسبة للشرح الحالات المستعصية، إذا قلنا عنده وهم وهذا الوهم صعب أنك تزيله بالكلام أو بالرقية أو بالذكاء أو
أو إذا كان مرض يحتاج إلى الطبيب وأردت أن تفرق، لابد وصلت لحد وإلى نقطة أنه لابد بل ويجب وشرط أساسي أن تعرف حالة هذا المريض، هل يكمل في الرقية أم يذهب عند الطبيب أم يجلس في بيته؟ فإذا وصلت لآخر حد واتبعت كل الحلول وكل الطرق ولم توفق، ووجدت أن الحل الوحيد وأن تعرف الطريق الذي يناسب علاج هذه الحالة، فهذه لابد من تطبيق ومن جلسات نظرية أكثر من كلامية. لابد أن يكون أمامي مريض عنده مرض وهم ويتوهم المرض، حتى أستطيع أن أخرج هذا المتوهم لهذا المرض من تلك القوقعة، قوقعة الرقية، وأنقله إلى مكان آخر، سواء إلى البيت أو إلى الطبيب النفسي وإلى غير ذلك. واضح الإخوة والأخوات؟ بارك الله فيكم. أتمنى إن شاء الله بإذن الله عز وجل هذا الاختصار يكون الجميع فهمه بإذن الله عز وجل. بالنسبة للإخوة والأخوات الذين يسألون هنا فيها، يسألون في التعليقات، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. هذا أمر ليس طلب، اختصروا الكلام. إذا أردت أخي أختي أن أجيب على سؤالك، كلما اختصرت الكلام كلما ساعدتني قراءته والإجابة عليه. أما إذا وجدت رسائل طويلة فيصعب عليه قراءتها والإجابة عليها. واضح؟ ساعدونا بارك الله فيكم بالاختصار، ولكم جزيل جزيل الشكر. لماذا تتثاءب عند التحدث مع شخص عنده إصابة أو العكس؟ هناك احتمالات كثيرة، إما أنك أنت مصاب بالعين والشخص الذي يوجد أمامك عنده جني أو جنية موكلة بالعين والحسد، واضح؟ أو أن هناك فصيلة من الجن مشتبهة من جسدك إلى جسد ذاك المريض، أو أن السحر متشابه من جسدك إلى جسد المريض، أو أن هناك أشياء تحدث بين العوارض في الأجسام. بشرى محمد، أخونا محمد، ما هي مواضيع الحجامة لمريض السكر؟ مواضيع الحجامة لا أستطيع أن أحددها إلا لما أتكلم مع مريض السكر. السكر، نسبة السكر، الدواء الذي يستعمله صاحب السكر، عمر صاحب السكر، هذه الأشياء كلها هي التي تحدد حجم كؤوس الكاسات، وتحدد المواضع التي تكون فيها الحجامة، ونسبة الدم التي نستخرجها من جسم هذا المريض بالسكر. سؤال جميل أختي بشرى محمد، ولكن يلزمه تدقيق طويل وشرح لكل حالة على حدة وكل نوع على حدة. هذا رأيي، والله أعلى وأعلم. قد يوجد غيري من يعطي يعني إجابة سهلة، يقول لك ثلاث كؤوس وإلى غير ذلك، ولكن أنا أرى هذا، أرى أنه لابد أن نحدد نوع المرض، لأن السكر يتقسم إلى أقسام، وسن المصاب بالسكر كذلك تلعب دور كبير. بيبا بن كروش، أخي الكريم، بالنسبة للمرضى الذين يتأثرون في الرقية قلت أن السبب هو متابعتهم المباشر ولقصص الجن، يعني الجن يصبح أكثر ذكاء، هل تنصحهم بعدم متابعة المباشر خلال فترة علاجهم؟ إذا قلت لك أنصحهم ألا يتابعوا المباشر، كأنني أقول الناس ما تتابعونيش، خليوني بوحدي، واضح؟ وإذا قلت لك لا أنصحهم، ولا قلت لك أنصحهم متابعة المباشر، كأنني أستقطب الناس لمتابعة مباشري. وأنا منذ زمن طويل تكلمت بخصوص هذا الموضوع، قلت الحالات المركبة، الحالات المركبة، الحالات المعقدة التي لم تشخص ولم تظهر حقيقة مرضها، الحقيقة الدقيقة الأصلية، هؤلاء لا أنصحهم باستماع لحوار الجن. أما الرقية استمع للرقية، ولكن الحوار مع الجن يتجنب سماع الحوار مع الجن والكلام مع الجن. واضح؟ هذا الأمر اللي بغينا نوضحه. استماع للرقية شيء، واستماع للكلام والمحادثة بين الراقي والجن شيء آخر، هنا يحدث الاختلاف. فلما يتكلم الجن أكثر من الراقي، والجن يبدأ يفصح بأشياء وهو يعدها كما تعلمون أسرار وخبايا إلى غير ذلك، ويذكر مساوئه والأشياء التي تسبب بها إلى غير ذلك، فلما يسمع هذه الكلام الذي ينطق من فم ذاك الجني المبالغ فيه ويسمعه ذاك الشخص المريض، الجني الموجود فيه قد يأخذ بعض المعلومات ويشتغل عليها وتتطور الحالة في نظر المريض، أما هو فقط تعلم من ذاك الجني الذي تكلم في البث المباشر. واضح؟ أنا أنصح الناس متابعة الرقية، واضح؟ الرقية، وأنصح الناس بمتابعة كلام الراقي من دعاء وموعظة وكلم طيب. أما الحالات المركبة، الحالات المعقدة، الحالات الغامضة، الحالات الغريبة، الحالات التي كل مرة تجد فيها شيء جديد، عارض جديد، نوع جديد، مرض جديد، علة جديدة، هؤلاء أنصحهم فقط أن يتجاوزوا مرحلة كلام الجني، المرحلة التي يتحدث فيها الجني، يقص فيها القصص، يحكي فيها حاله، سحره، نوعه، شكله، رتبته، أسحاره، خدامه، ملكه، سلطته. هذه الفترة بالذات هي التي لا أنصح بها أصحاب هذه الحالات،
واضح. أما إذا أردنا نتكلم على أصحاب هذه الحالات، من هم أصحاب الحالات المركبة المعقدة؟ هم من ساهموا في تعقيد حالاتهم، هم أيضا لهم بصمة وطابع في تعقيد حالاتهم، واضح؟ السماع هنا وسماع هنا، اسمعوني، كل عقل له منهج، والمناهج تختلف، ومنهجنا واحد، هو دين الله عز وجل، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين، الأمور واضحة. ولكن هذه المناهج منها ما هو مبالغ فيه، منها ما هي اجتهادات وصلت إلى حد التخريف والخرافات، منها ما هي اجتهادات وصلت إلى الشرك والشركيات والخزعبلات، منها ما هي اجتهادات أدت إلى ضلال الجني الموجود في المريض والمريض معا، واضح؟ فحاولوا تفهموا جيدا أحبتي في الله، لما أوصل رسالة للمرضى تكون الرسالة واضحة، إذا أردت أن تفهمها وكان عقلك تقيل الفهم يجب أن تسمع وتعيد وتسمع وتعيد حتى لا تقع في هذا الخطأ. الأخت بيبة بن كروش، هذا السؤال الذي سألته كان في المستوى وجميل جدا، وأشكرك جزيل الشكر على هذا السؤال في هذا البث المباشر، لأنني وضحت هذه النقطة والتوضيح فيها كثير. الحالات المركبة كذلك ساهمت في تعقيد حالاتها، واضح؟ ما الله المستعان، الكلام كثير في هذا الموضوع وكل شرح يفهم، رأى الحر بالغمزة، واضح الإخوة والأخوات؟ بارك الله فيكم، ورحنا وصلنا لحد ولوقت أصبح الكل يظن أن حالته مركبة، أصبح الكل يرى أن حالته معقدة، أصبح الكل يرى أن حالته صعبة، أصبح الكل يرى أن فيه أكثر من جني، أصبح الكل يقول لك أنا عندي ملوك، أصبح الكل يقول لك أنا عندي 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 سحارة بالنجمة وإلى غير ذلك بالنجمة. الكل أصبح يشعر أن حالته مركبة، لا يوجد حالة مركبة بإذن الله عز وجل، يوجد حالة غامضة يلزمها الاشتغال عليها بدقة وجهد وتفاني، أما حالة صعبة، حالة مركبة، لا يوجد. هناك أشياء تكتشفها مع المدة والوقت. أغلب الحالات التي زارتني بتوفيق من الله عز وجل كانت حالات مركبة، أغلب الحالات التي تزورني فيها من يظن أن حالته مركبة، ولكن والله مع الوقت ومع الأيام ومع الحصص لا تبقى أي حالة مركبة، لا شيء، لا يوجد أي حالة مركبة، كل شيء طبيعي، كل شيء عادي، كل الحالات تتساوى وتتشابه مع بعضها، هي مسألة توفيق ووقت حدده رب العالمين سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى حدد وقت لكل مريض موجود معنا في هذا البت أو غير موجود معنا في هذا البت، حدد الله سبحانه وتعالى لك وقتا محددا ستشفى فيه. أنت أختي المريض عندك وقت يعلمه رب العالمين وكتبه في لوحه المحفوظ، فلانة ستشفى في اليوم الفلاني والسبب سيكون كذا أو بدون سبب، فلان سيشفى في اليوم الفلاني والسبب سيكون كذا أو بدون سبب، والله عز وجل مقدر الأسباب. نحن سبحان الله العظيم نحن نأخذ بالأسباب، المريض يزورنا ليأخذ بالأسباب، أنت حبيبي المريض تأخذ بالأسباب، بحثك عن راقي يتقي الله عز وجل فيك، بحثك عن راقي عقيدته سليمة، بحثك عن راقي رقيته بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلامه مفهوم واضح بلا شركيات ولا بدعيات ولا خزعبلات ولا تفاهات ولا تخريف ولا تعظيم للجن، هذه من الأسباب التي تدفعك إلى الوصول إلى طريق الشفاء. ولكن لحظة شفاء الله سبحانه وتعالى وحده من يعلمه، قد تقع في حالة أكثر مما يسموها البعض مركبة ومعقدة وصعبة، فيها ملوك وفيها أبالس وفيها الله المستعان أسماء غريبة عجيبة وتعظيمات والله المستعان، ولكن سبحان الله العظيم هذه الحالة يأذن الله سبحانه وتعالى لها في حصتين أو ثلاث حصص تشفى أو في حصة واحدة، وتأتيك حالة صبي صب الماء الساخن في قارورة فتلبس به جن 20-30 سنة وهو مريض، ما ترك باب راق إلا وطرقه، ما ترك باب راق إلا وطرقه ولم يشفى، فكيف تقارن مريض عنده جن من الرتب العالية، جن له شأن وقدر في قومه، مع جن يسكن المجاري والقارورات، هذا خرج بالضرب وهذا لم يخرج لا بالضرب ولا بالرقية، هل هنا نقدح في القرآن، هل هنا نقدح في قوة الرقية أو قوة الراقي؟ هنا الأمر يعود لله عز وجل ولملك الله عز وجل ولحكم الله عز وجل ولأقدار رب العالمين، فلا تيأسوا، الله سبحانه وتعالى يبتلي المرأة على قدر دينه، أنتم كلكم تبتلون على قدر دينكم، الله سبحانه وتعالى لن يعطيك شيء فوق صبرك، الله يعطيك الشيء الذي ستتحمله، كن على يقين، ما دمت حيا ترزق ولم تموت، أنت في امتحان واختبار وابتلاء بإذن الله عز وجل على قدر طاقتك.
الله يعلم قدر استيعاب طاقتك، طاقة استيعاب يديك الله يعلمها، ولكن كن على يقين أن ساعة الفرج ستأتي، والله عز وجل كتبها في لوحه المحفوظ، ولن يدفعها دافع، ولن يصدها صد، ولن يردها رد. وإذا أراد الله شيئا فإنما يقول له كن فيكون. الله سبحانه وتعالى يوم يأذن لك بالشفاء ستشفى، ولكن تأخذ بالأسباب، والأخذ بالأسباب لا يقدح في التوكل. أن تأخذ بالأسباب وتبحث عن الطريق السليم، عن الراقي السليم، عن صاحب المنهج السليم، عن المكان السليم. تأخذ بالأسباب من قيام ليل وأذكار وتسبيح ودعاء وقراءة للقرآن وبكاء على الله عز وجل ليعجل برفع البلاء. هذه أسباب، والأخذ بالأسباب لا يقدح في التوكل. وأنتم كلكم تأخذون بالأسباب، هذه الأسباب لن تضيعوا فيها، حقكم في هذه الأسباب لن يضيع. الله يعلم أنك تتعب، الله يعلم أنك تحرم عينيك من النوم لتقوم بالليل، لأنك علمت أن الله وسمعت أن الله ينزل من السماء السابع إلى سماء الدنيا ليبسط يديه لك، وأنت كنت تنتظر تلك الساعة وأنت استيقظت فيها وأنت فيك النوم، غارق في النوم، استيقظت لتبكي على الله وتدعو الله يسمعك. كيف لربي ألا يستجيب الذي سير الكون ومن فيه بكواكبه ومجراته، بسمائه الدنيا إلى سمائه السابعة إلى حد عرشه العظيم، كيف لهذا الإله الذي خلق هذا الكون وسيره لا يستجيب لعبد؟ لا شيء، أنت لا شيء، أنت في حقك لا يستحق لا أنا ولا أنت ولا من يوجد على هذه الأرض، لا شيء. كيف الله لا يستجيب لك؟ أنت غبي إذا ظننت أن الله سبحانه وتعالى، أنت غبي إذا ظننت أنه لا يستجيب فأنت غبي. قسم ربي لك الدعاء إلى ثلاثة أقسام، والله يعلم أيها خير لك. قسم لك الدعاء إلى ثلاثة أقسام وهو يعلم أي قسم في هذه الأقسام خير لك. الله يعلم أنك إذا دعوته وأنك تدعوه، والله يعلم في دعائك إذا استجاب لك الآن هو فيها خير لك، لأنه يعلم ما سيكون قبل الدعاء وماذا سيحصل لك قبل الدعاء والأحداث التي ستحصل لك بعد الدعاء. الله سبحانه وتعالى يعلم أنه إذا أخر الدعاء إلى وقت معين هل فيه خير لك. الله يعلم أن في مرضك خير واختارك من كثير من الخلائق لتبقى مريضا وتعيش مريضا وتموت مريضا وتلقى رب العالمين مريضا. الله سبحانه وتعالى يصطفي ما يشاء ويختار، اختارك من كثير من الناس بين كثير من خلقه سبحانه وتعالى، اصطفاك، هذا اصطفاء وتمييز وتفضيل، أن تعيش بمرض وأنت في ظل رحمة الله، أن تعيش بمرض وأنت تتضرع لله عز وجل وأنت قريب من الله عز وجل وأنت تدعو الله وتتوسل إلى الله عز وجل في كل أعمالك، في صدقاتك، في سجودك، في ركوعك، في دعائك، في قراءة القرآن، في صلاة، في كل الأوقات تدعو الله بالليل وبالنهار في السر وفي الجهار. الله سبحانه وتعالى يسمع هذا الدعاء وهذا الأنين، ولكن لحكمة هو وحده سبحانه وتعالى يعلمها، قدر لك أن يتعطل شفاؤك أو أن يتأخر وأن يتوقف، لحكمة هو سبحانه وتعالى يعلمها ولا يعلمها غيره. أنتنقل إلى سؤال آخر، ما تفسير حلم كلب يأكل كلب أسود بالرغم من أن المس قد خرج؟ كلب يأكل كلب أسود بالرغم من أن المس قد خرج. أولا كلب يأكل كلب إذا زال ذاك الكلب، ضاع كلب، مات كلب، راح كلب. في سؤالك جواب وفي جوابك سؤال. اختصر الأسئلة لإخوة، بارك الله فيكم إخوة الأخوات، اختصر الأسئلة. بشرى محمد المريض نوع السكر من نوع واحد، يعني كي يكون 500 جرام، 500 كنينة ديال 500، وعمره 12 سنة، له 5 أشهر منذ أصيب، هذا له عمره 12 سنة، يعمل حجامة ولكن يحاول قدر المستطاع أن الكؤوس ديال الحجامة لا تتعدى 5 كؤوس، وخمس كؤوس في الأسبوع الأول في مناطق معينة، 5 كؤوس الأسبوع الثاني في مناطق معينة، قسمها له على 3 أسابيع، 15 كأس مدة 3 أسابيع، 15 كأس مدة 3 أسابيع، كل أسبوع 5 كؤوس في مكان معين، نسبة الدم لا تكون كثيرة، تكون نسبة الدم قليلة، وقبل الحجامة لابد أن يكون قد أكل بساعة قريبا، ويكون شرب الماء، أخذ شيء من الحلاوة، من الحلاوة سكر أو حلوى أو إلى غير ذلك قبل الحجامة، بواحد 5 دقائق أو 10 دقائق، واضح؟ والاشتغال على 5 كؤوس في المرة الأولى والثانية والثالثة، تبدأ بكأسين كأسين كأسين كأس كأسين كأسين، أو تبدأ بكأس كأسين كأس، يعني لا تلتقس، ما نلصقوش الكؤوس بخمسة دفعة واحدة، نلصقوا واحد زوج ونبدي وعود واحد زوج، واضح؟ حتى لكل أثر. أخي ما الفرق بين المس والعين؟ ما الفرق بين المس والعين؟ العين ليس لها خادم، وقد يكون لها خادم،
ولكن أغلب الناس المصابين بالعين ليس شرطا أن يكون عندهم خادم، أصيب بعين في رزقه، أصيب بعين في ماله، أصيب بعين في شيء من ممتلكاته، من حياته، من جماله. أما المس هو روح موجودة تعيش في جسدك، عمرت بدنك، واضح؟ الروح شيء يوجد في جسمك، في جسدك، والعين هو إحساس، هو إصابة، هو شيء ليس له طعم ولا لون ولا ذوق ولا كتلة ولا رائحة، ولا يسمع ولا يرى ولا يحس، هو إحساس فقط، أنت ستشعر به عند سماع رقية العين الحسد. علاج المس الذي يسكن كتف الأيسر ولا يتأثر في الرقية. نور أمل، نور أمل، علاج المس الذي يسكن الكتف الأيسر ولا يتأثر في الرقية. أختي نور أمل، غالبا أن هذا طيار، هذا واضح وضوح الشمس، وأضفت على ذلك أنه لا يتأثر في الرقية، يسكن الكتف الشمال ولا يتأثر في الرقية. غالبا الطيار هو من يعمر الأكتاف، وغالبا الطيار يختبئ بشدة وبإحكام وبقوة في الرقية ولا يصعد بسهولة. يعني الطيار عنده واحد القدرة، بعض الشيء تختلف على الجن الأخرين، واضح؟ فنصيحتي لك بإذن الله عز وجل هو مكعبات الثلج قبل النوم ضعيها على كتفيك، وخاصة الكتف الشمال والرقبة، والبعض منها على العمود الفقري وأسفل الرأس. بإذن الله عز وجل اسمعي لرقية الطيار وحبس الجن الطيار، رقية موجودة في قناتي على اليوتيوب أو إلى غير ذلك. اسمعي للرقية التي ذكر فيها آيات الطير، اسمعي لها بقوة وبشدة، وآيات الحرق والعذاب يوميا مدة 3 حصص، يعني 3 أيام أو 4 أيام، بإذن الله عز وجل سيصعد، سيعذب، سيتألم، ستظهر الحالة وستتجلى الحقيقة، وكوني على يقين بإذن الله عز وجل. كيف نميز المرض الروحي عند الأطفال الصغار 3 سنوات فما فوق؟ ربيعة، ربيعة، كيف نميز المرض الروحي عند الأطفال؟ أنا أصلا لا أؤمن وأعتذر، يعني أعتذر، الطفل في هذا العمر، في هذا السن، وخا تشوفني أنا كنت واحد الوقت قلت أن هذا الطفل مصاب بمس، نقدر نقول لك 6 سنوات، 7 سنوات، 5 سنوات، صح 3 سنوات، سنتين، سنة مصاب بمس، 3 4 سنوات، شوية غريب الأمر، غريب بعض الشيء، واضح؟ أنا أرى أنه من الصعب أن يصاب الطفل الصغير بالمس. إذا كنت متأكد أنه مصاب بالمس أثبت ذلك بالرقية. إذا أثبتت لي ذلك بالرقية إذا كان يعالج، إذا ثبت أنه مريض وجد مس في عمره 3 سنوات والأمر ثابت بعد، نعم، بعد زيارة الطبيب واستشارة الطبيب والتحليلات الطبية والراديو، هل يوجد عندهم ربما صرع دماغي أو عنده مرض عضوي أو إلى غير ذلك. فإذا تجاوزت مراحل ديال الطب انتقل إلى مرحلة الرقية. هذا أنا أتكلم بخصوص طفل عمره سنة، سنتين، شهور، 3 سنوات، 4 سنوات، واضح؟ أما غير ذلك فأنا لا أظن، نبدأ بالطبيب في هذه المرحلة ضروري، لا تستهينوا بالأمر. إسلام أخي محمد، في أحلامي أكون مصروعا وأقول كلاما فاحشا. كثير من الإخوة والأخوات الرقية في أرض الواقع وفي اليقظة لا تؤثر فيه، وعندما يذهب إلى المنزل يسرع. كثير من الإخوة والأخوات يحضر جلسة الرقية ولا يتأثر، وعندما يذهب إلى المنزل لا يتأثر، ولكن عندما ينام كأن أحداث الرقية تكرر في حلمه وفي منامه، فيصرع في المنام وهو نائم. كثير من الناس يتعذبون في الأحلام ويعيشون العذاب والألم في المنام مع الجن الموجودة في أبدانهم، ولا يحس بشيء في يقظته وفي حياته اليومية. هذه الحالات موجودة، هي نادرة بعض الشيء ولكن موجودة، وقفت على بعضها ولمست بعض المعاناة ديالها، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك شفاء لا يغادر سقما. آمين 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 يا رب العالمين. أخي، ابني أقل من 3 سنوات فيه مس متأكد، مجرد أبدأ عليه القراءة يفعل حركات الله أعلم. أخي يونس الناظور، ليس شرطا أن يكون مس، أنا ماشي كنقول أنه ما يمكنش، أنا عندي رأي، هذا لا يعم الجميع، هذا رأيي أنا، رأيي فقط، يعني إذا وجدت من يكسر لهذه النظرية سأتقبل. أنا منذ حياتي المهنية كلها في الرقية لم أجد طفلا صغيرا مصاب بالمس 100%، وتأكدت من ذلك وثبت ذلك. زارني طفل وفي الأخير وجد عنده صرع دماغي، مرض في الرأس اللي هو صرع دماغي، واضح؟ أنا أنصحك الأخ يونس أنك تدير له سكانر على الرأس، تأكد من الرأس دياله، أي قدر الصوت المرتفع أو الصوت اللي كتقرع عليه به، أو هو يرى أو عقله يحس أن في ذاك الصوت إزعاج أو ضجيج في العقل دياله، الله المستعان. وإذا كان عنده صرع دماغي، مشكل في الدماغ في العقل، فيتأثر فيحدث حركات كأنه مصروع يسرع. يعني أنصحك أنك تديه للطبيب وتأكد واش هذا الطفل هذا عنده صرع دماغي أم لا. فلا تتسرع وتضيع وقتك في الرقية إن لم تتأكد من الطبيب أليس هل هذا الطفل عنده صرع دماغي. أرى قد يكون صرع دماغي ونستهين بالأمر، والطفل الله المستعان يكبر معه المرض وينمو في عقله المرض
والحالة تتطور وتتدهور مع السنين والسنوات، لأن الصرع الدماغي في الصغر تكون الحالة ديالو بسيطة خفيفة تعالج بسرعة بإذن الله عز وجل. الإنسان يتعب ولكن تعالج، ولكن إذا بقي المريض بالصرع الدماغي وكبر وهو معه مرض الصرع الدماغي فسيعاني في كبره ويعاني أهله في كبره، فمعاناة شديدة لا يعلمها إلا رب الأرض والسماء. فلا تستهين بالأمر، ولا بأس أن تزور الطبيب، هذا ليس عيبا، زور الطبيب، لا تيأس، لا تكل، لا تمل، وزور الطبيب. ما تخليش العقل ديالك متشبد بفكرة أن هذا راه مرض روحي، هذه مجرد نصيحة، لا تسمن ولا تغني من جوع، إذا أخذتها فضل ونعمة، وإن لم تأخذها فالأمر يعود لك. أخي محمد، رأيت أثناء الاستماع للرقية قبة خضراء وضريح داخله أنثى، لكن وجهها مشوه وترتدي قفطان باللون الأخضر وتغمس رجلها في الحناء، ما تفسر ذلك؟ عيشة. نسيبة، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكفيك شرها، أن يكفيك شرها، أمين 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 يا رب العالمين. أنا لا أعلم هل أنت أصلا مصابة وعندك مس وسبق لك جئت للرقية، أم متابعة فقط وما عندكش دراية بالرقية. المهم واش غادي نقول لك، اكتبي لي هنا واش سبق لك درتي الرقية ولا لا، وإلا ما سبق لكش درتي الرقية قولي لي ما سبقش درت الرقية، وما مريضاش وما كتصرعش وما كنحس بوالو، وإلا عندك سبق لك درتي الرقية وتشخصت الحالة ديالك وكتصرعي وكتبي لي هذا الشيء هذا، هنايا نحاول أنني نشوف الرسالة ديالك بإذن الله عز وجل. مانيش عاقل، مصابة جيت لعندك أخي، قلتي لي مصابة وجيتي لعندي، مانيش عارف، ما غاديش نعقل ولا غادي نعرف، قدر الله ما شاء فعل، مانيش عارف. ويقدر تكوني جيتي لعندي وتولي لعندي ونقول لك ما عقلت عليك. اللي غادي نقول لك اختي، لابد من الخاص افضل من العام، واضح؟ نعطيك النوع ديال الرقيه اللي تشتغلي عليها، واضح؟ نعطيك النوع ديال الرقيه اللي تشتغلي عليها، نطلب الله تعالى يشفيك وصافي، هادشي اللي كاين. نهضروا في الخاص ولا في لقاء اخر، ولا حاولي تزوريني المركز ونهضر معك، ليس شرطا انك ديري الرقيه، وهادشي ماشي باش نقول لك واحد دير الرقيه، نحاول نوجهك، لان هذا الحلم هذا راه في حد ذاته توجيه كافي، واضح؟ هذا الحلم هذا راه توجيه كافي. الاخوه والاخوات، راني درت لكم واحد الطاق هنايا بالبينازا، هذا البينازا هذا راكم شايفينها طالعه لكم نتاع الاخت هاجر، مجموعه محمد وكيل. هذه المجموعه اللي ما داخلهاش، هذه المجموعه خاصه بيا، اللي ما داخلهاش يدخلها، راها ان شاء الله باذن الله عز وجل جد مفيده، ونتمنى انكم تساهموا في التفاعل ديالها وتنموا ان شاء الله وتزكوا يوما بعد يوم. وبغيت ان شاء الله باذن الله عز وجل كل المتابعين ديالي يتواجدوا في المجموعه ان شاء الله، ما تبخلوش انكم تدخلوا وتنضموا للمجموعه، وما كرهتش لما ينتهي هذا البث نلقى كثير من الاخوه والاخوات ما انضموش لهذه المجموعه، انضموا، لان ان شاء الله كتكون فيها اجابه على الاسئله بكثره، وكتكون فيها اشياء كثيره مفيده، يعني اشياء اللي ما كتكونش عندي في الصفحات ديالي ديال الرقيه والبث المباشر كتكون البعض منها في ديك المجموعه. يقدر في اي وقت كنكون جالس كتبان لي نكتب منشور، اللي عنده شي سؤال يتفضل، اللي واضح. فديك المجموعه كتكون عامه للجميع، يستفيدوا منها الجميع، فادخلوا. وكنتمنى انكم ان شاء الله باذن الله تفاعلوا، وديك المجموعه تحيوا فيها الروح ديال التفاعل. انا اعلم انني قصرت في حق المجموعه، ولكن انتم ما تقصروش، ماشي انا ضروري خصني ما نقصرش، انتم ما تقصروش، ماشي انا الا غبت عليكم في البث المباشر انتم سبحان الله العظيم الا غبت شهر اسبوع، انا كنبذل مجهود، ولكن انتم خصكم تضحيوا وتبذلوا مجهود، واضح الاخوه؟ نتعاونوا جميعا باذن الله عز وجل باش هذه المجموعة تزكو وتنمو، وكل شيء بإذن الله في هذه اللقاءات المباشرة أو كل شيء يزكو وينمو. بارك الله فيكم، وكنشكر الإخوة والأخوات اللي ما كيبخلوش علينا بأي شيء، جزاكم الله خيرا. بخصوص المجموعة، هذه المجموعة الوحيدة الإخوة، أعتذر نخرج عن الموضوع، هذه المجموعة هي الوحيدة اللي تابعة لي فقط، عندي الصفحات اللي تابعين لي للإشارة، كاين محمد وكيل، هذا الحساب هو اللي تابع لي معروف عند الإخوة، كاين إرواء الغليل، هذه حتى هي تابعة ليا، كاين هذا الكونت هذا اللي حنا دايرين فيه البث المباشر حتى هو دابا تابع ليا، وكاين المجموعة الوحيدة اللي مسؤول أنا عليها وتابعة ليا هي هذه، محمد وكيل الإجابة على أسئلة المرضى، واضح الإخوة والأخوات؟ فهذوما الأشياء التي تخصني وتعنيني، والقناة ديالي على اليوتيوب، فغير ذلك لا يخصني ولا يعنيني ولا يمثلني، وإن كان لربما في وقت معين يمثلني، فأنا الآن لا يمثلني أي شيء، هذه الأشياء الوحيدة التي تمثلني، والأشياء الوحيدة التي تخصني، والأشياء الوحيدة التي أتواجد فيها، وعندي سلطة عليها بإذن الله عز وجل، وكنتحرك فيها، وكناخذ فيها راحتي، هذا هو اللي كاين.
وهذا نطلب الله تعالى يوفقنا الخير ويوفق كل الاخوه الاخوات الخير وكل المجموعات، نطلب الله تعالى يوفقها الخير ويجعلنا ان شاء الله قيمين على الخير فقط، ما نكونوش قيمين على الشر. وبالله التوفيق نرجعوا للاسئله ديالنا الاخوه والاخوات. كيف التصدي التسلط الخارجي من الجن وعين الجن في المنام واعين الجن في المنام؟ الاسيري حنان، السلام عليكم، كيف التصدي التسلط الخارجي من الجن والاعين الجن في المنام؟ التحصين، هذا السؤال جميل ولكن ما عندوش جواب غير التحصين. انت هناك شيء من عالم غبي، من عالم خفي، هو يراك وانت لا تراه، وهو يلاحقك ويؤذيك، انت تشعر بذلك، تحس بذلك، تحس ان شيئا يلاحقك، تحس ان شيئا ينادي باسمك، تحس ان شيئا ياتيك وانت نائم، تحس ان هناك اعين تراقبك. هذا احساس، انت انسان طبيعي، ولكن في فتره من حياتك بدات هذه الاحداث تحصل معك، وعندك يقين ان هذه الاحداث لا تمثل شيء بالنسبه للطب او الطبيب، هذا شيء اخر من عالم اخر، ومن يفعل بك هذا؟ فهنا لا انصحك بشيء الا شيئا واحدا، تقرب من الله، وقربك من الله يدفع عنك اذاهم. تقرب من الله، قربك من الله يدفع عنك اذاهم، قربك من الله عز وجل يدفع عنك اذاهم. اذكار الصباح، اذكار المساء، اذكار النوم، خذ بوصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حركاته وسكناته، كن على يقين ان هذا الشيء سياتي عليه يوم ويأس منك، ياتي عليه يوم ويتركك باذن الله عز وجل. ولا تنسى، لا تنسى ان تقوم ببعض التحصينات الاجتهاديه من الرقيه، قراءه القران على الماء المرقي، نرقي الماء، نضع فيه 7 ورقات سدر، القليل من الملح الصخري، القليل من الزعفران، نقوم برش الغرفه، البيت، المكان، الرقيه تسمع في البيت، ان لم تكن الرقيه سوره البقره كل 3 ايام، ايه الكرسي، الاذان يرفع في المنزل، اشياء تنفر الشياطين والارواح الخبيثه وتقرب الارواح الطيبه، تصرف عنا الشر وتقرب من الخير، تنزل السكينه والرحمه والهدوء والطمانينه في البيت وفي اهل البيت. اما ان تجد بيت سبحان الله العظيم خالي من ذكر الله، لا يعبد الله فيه، لا يسجد لله عز وجل سجده، سبحان الله العظيم، اقول لك انا احس بالضيق في البيت، بالخنقه، فعل اشياء تجلب السكينه والرحمه لهذا البيت. انت لا تفعل ولو حركه واحده من اجل هذا البيت حتى تحل عليه البركه والرحمه والخير والفضل الكثير الكبير. لابد ان الانسان ياخذ بالاسباب، ومن هذه الاسباب قربك من الله خير وبركه ورحمه ونور، وبعدك عنه كن على يقين انها تعاسه وانها غم وهم، بارواح وبدون ارواح، ملاحقه وبدون ملاحقه، باعين الجن وبدون اعين الجن. كلما تقربت من الله سيرتاح بالك، ستهدأ نفسك، سيطيب عيشك. كلما ابتعدت من الله عز وجل تذكر قوله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، خذ كلمة الضنك، الضنك هو ضيق وغم وهم ويأس وتعاسة وحزن يغمر صدر وقلب ومشاعر وحياة الشخص البعيد من الله، خاصة إذا كان مسلما موحدا، إذا كان يؤمن أن الله حق وأن الجنة حق وأن النار حق وأن محمدا صلى الله عليه وسلم حق، فتجده لا يصلي، لا يعبد ربه، لا يتصدق، لا يزكي، لا يذكر الله عز وجل، لا يسبح، لا يتوضأ، حياته في ظلام، حياته في ضلال، حياته في غيابة الجب، كيف سيرتاح؟ كيف سيرتاح؟ أنت تعتقد هذا المعتقد؟ أتمم. أنت تعتقد أن الله موجود؟ أعبده. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة المضطر، إذا كنت مريض عبد الله عز وجل يستجيب دعائك، ادعو الله يستجيب دعائك. كنت حزين تقرب من الله عز وجل سيزيل حزنك. هذا الكلام اللي كنقوله هو كلام يقوله أي شخص، ولكن أقوله أنا أهدأ بأحاسيس. إذا كنت بعيد من الله تحس بالضنك،
إذا كنت قريب من الله عز وجل تغمرك الرحمة والسكينة. إذا أردت أن ترتاح كن مع الله يكون معك. هذا الشيء اللي كاين. لطيفة إفأ، أخي وكيل، لماذا العوارض عندي تخاف خوفا رهيبا من الرعد؟ العوارض هل تصرعين؟ هل لا تصرعين؟ أقول أنك تصرعين، والجني الموجود في جسدك إذا سمع صوت الرعد يخاف. زين، أسمعيه صوت الرعد، مكبرة صوت، أسمعيه صوت الرعد، ذكريه بآيات الله عز وجل التي ذكر فيها الرعد، يريكم البرق خوفا وطمعا، ذكريه بالآيات التي ذكر الله عز وجل فيها الرعد، قرأي عليه الآيات التي ذكر فيها الرعد، اقرأي عليه صورة الرعد، هذا خير بركة، هذه علامات وبشرى ودلالات تقودك إلى طريق الشفاء، هذه أسلحة يضرب بها الجن الموجود في جسدك. إذا هذا سبق وتكلمنا عن هذا في بث سابق مباشر، البحث عن نقاط الضعف لا يعرفها أحد إلا المريض، وإذا وفق الله عز وجل الراقي سيعرفها خلال الأسئلة والكلام والرقي إلى غير ذلك والذكاء والحنكة، ولكن هذه الأشياء الوحيد الذي يستطيع اكتشافها بعد الله طبيعة الحال هو المريض. المريض يستطيع أن يكتشف نقاط ضعف الجني، وإذا اكتشفت عزيز المريض نقاط ضعف الجني أهلكته، دمرته، عذبته، أخرجته من جسدك ولو بقي. هذه نقاط يبشرك الله سبحانه وتعالى بها، سواء أن يفضح ذاك الجن من خلال فعل أو ردة فعل أو حدث أو واقعة أو شيء معين أو مشهد معين، فيظهر عليه أثر الألم من خلال تلك الواقعة أو ذاك المشهد أو ذاك الصوت أو إلى غير ذلك. هذه الأشياء لا يجب أن تنساها، اشتغل عليها، اعمل عليها، تعب عليها، لأن هذه طريق من طرق الشفاء، هذا شيء سينفعك بإذن الله عز وجل، سيقودك إلى الخير والبركة. هذه بشرى، بشرى من الله عز وجل لكل مريض. كل من عرف نقاط ضعف الجن فليعلم أنها بشرى من الله، كل من رأى حلم دله على نقطة من نقاط ضعف هذا الجن فليعلم أنها بشرى من الله. اشتغل عليها، لا تيأس، اشتغل عليها. أحلام ضائعة، هل هذا الشهر تجدد فيه الأسحار تلقائيا وتقوى وتقوى إلى غير؟ نعم نعم، يحصل ذلك، يحصل ذلك أختي، هذه من الأعياد والمناسبات التي يستغلونها بالنسبة له. فأنصح كل المرضى في هذه الفترة بتحصين البيت والأبدان والمكان، أذكار الصباح، أنصحكم ألا تغفلوا على حالكم، ألا تغفلوا على الغرف وعلى البيت على المنزل، ألا تغفلوا في النوم قبل النوم بأكل الثمر، الأشياء التي تساعد على قطع تجديد المنامي، الأشياء التي تساعد على إلا يؤثر عليك سحر خارجي مشموم أو محروق أو بصورة أو بالنداءات أو بالأسماء أو بالحساب، أو لا يؤثر عليك الأسحار أو من الأسحار ليس ملموسا ولا رب العلم مجردة ولا يوجد ولا تتخطاه ولا تأكله، ربما بشيء يفعل في مكان معين من نداءات وطقوس وأسماء ورموز إلى غير ذلك فيقع أثرها عليك. ولكن إذا كنت محصنا صاحب صلاة فجر وتغطيك هالة النور التي تلزمك من الفجر إلى الفجر، من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، في رواية فهو في حفظ الله، احفظوا الله عز وجل يحفظكم، والله العظيم سهل، كل شيء سهل، كل شيء سهل ميسر يسير بإذن الله عز وجل. شهر رمضان اقترب، شهر التوبة والخير والبركة والغفران، شهر الرحمة، شهر عظيم اقترب، اغتنموا الفرصة. أنا أحب الرقية حبا عظيما في شهر رمضان، أعشق 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 الرقية في شهر رمضان، والله أحب الرقية حبا عظيما في شهر رمضان، الرقية خصوصا إذا كانت الحصص الجماعية ووفقنا الله لأداء الحصص الجماعية، لا ما شاء الله، سبحان الله العظيم، تحس بآلام فظيع وعذاب عظيم يحصل لكل خدام في الأبدان، والله العظيم يتعذبون عذابا أليما. استغلوا هذا الشهر العظيم بعد غياب صلاة التراويح، والحمد لله بشرى لنا ولكم، بشرى لنا ولكم من الله عز وجل، نسأل الله أن تتم هذه البشرى ويتم الله علينا هذه الفرحة ونصلي صلاة التراويح، قد غابت عنا صلاة التراويح والحمد لله، نحن نستبشر خيرا، وبشرونا أن في هذه السنة صلاة التراويح نعمة عظيمة، من منا لم يفرح لهذا الخبر، من منا لم يصر لهذا الخبر، من منا لم يسعد لهذا الخبر، من منا ليس بمشتاق لذاك الجو الرمضاني في المساجد وبيوت الله عز وجل، من منا ليس بمشتاق لتلك الأجواء الرمضانية، رمضان بالتراويح كل شيء، والله بالمساجد التي
تغمرها صفوف المصلين بالدعوات التي ترفع إلى السماء، ذاك الجو العظيم سبحان الله، والله اشتقنا إليه. اغتنموا الفرصة، هذه رحمة الله هلت علينا، اغتنموا الفرصة، رحمة قد منعنا منها وأعادها الله لنا، خير قد قطعه الله عنا وبكثرة الدعاء والبكاء وفقرنا واحتياجنا الله عادت إلينا. إذا عادت سأل الله عز وجل أن يوفقكم حتى لا تخرجوا من هذا الشهر المعظم إلا وقد نزلت رحمة وشفاء. اغتنموه، اغتنموا هذا الشهر. أمنيتي طيبة يا ربي تكون حصص جماعية في أقرب وقت. أخي محمد والله معاناة شديدة، آمين آمين يا رب العالمين. أختي أمين، اشتقنا إلى الحصص الجماعية ولكن ظروفنا الله يعلمها، وأنتم كثير من المرضى يعلموا الظروف ديالنا، احنا في الضغوط شديدة والله الحمد لله. على كل حال، ما سبب خوف العارض من الراقي عندما يتكلم معه مصاب؟ يبقى يرتجف كليا ولسانه ينعقد ولكن أثناء الرقية عادي. كل على حدا، وكل وطريقة صرعه، وكل وطريقة عذاب الجن الموجود الذي الجن الموجود فيه. قد تجد من الناس من تقر عليه ساعات طويلة ويتأثر، لكن إذا قلت له كلمة واحدة يصرح، يتألم، يصرخ من شدة هول هذه الكلمة بالنسبة له. واضح؟ إلى ليست عائلتي ودائما معي طفلان، ليسوا أبنائي دائما معي، صبرا جميل طفلان. إذا كنت أنثى أنصحك برقية العاشق، إذا كنت ذكرا صاحب الرسالة صبرا جميل عليك برقية العاشق، العشاق ثم العشاق ثم العشاق العشاق. أم محمود نعمة، هل يمكن للمس أن يسبب عقدا بالغدة، عقدا بالغدة الدرقية يتسبب في تعطيل الإنجاب، علما أني صرعت عندكم بالمركز واعترف الجني بأنه بسبب سحر بالمقابر، فما رأيك أخي محمد؟ نعم هادشي موجود أختي، نعم عادي هادشي. أم محمود نعمة، سؤال هذا عادي جدا وهادشي راه موجود عادي. أميرة الأساطر، أختي السؤال ديالك ما فهمتوش أخي محمد، بغيت أي صورة قرحة حتى ما فهمتش أختي، وضحي الرسالة ديالك، أنا قرأتها ولكن لم أفهمها أختي. حلم كلبين صغيرين لونهما أسود يعضان يدي مع ألم شديد، وفي اليوم الموالي حلم نمر صغير يعض يدي أيضا. أم إسراء، أم إسلام وعلاء، أنت مصابة، قضية الإصابة هذه واضحة مسلمة لا شيء فيها، أما التفسير نتاع كلبين أسودان يعضانك هذه كلها علامات أن هناك سحر، خصوصا إذا كان الكلب أسود أو الأفعى سوداء أو القط أسود بحكم التجربة مش بحكم قراءة الكتب. هذا يرمز إلى سحر، أنه يوجد سحر، كل هذه تدل على سحر، وخاصة لما نذكر القطط والأفاعي والكلاب ويغلب عليهم اللون الأسود. هويدا بين انا مزاوقه الخط نقصو، ها خليوه يشوف رسالتي، مش تختي رسالتك اكتبيها، انا دابا غادي نشوفها ان شاء الله، اكتبيها انا ان شاء الله دابا غادي نشوفها. هذه الرساله ما بانت ليش ام هدايه، انا كنستنى اختي الرساله ديالك. علاج سحر التمريض، أخي محمد أحلم أني أحلق في السماء منذ 15 سنة مع رقية لكن عارض لا يتكلم. أجبت على هذا السؤال بالنسبة للأخت اللي قالت أن عندها الجني يستقر في كتفها الشمال ولا يصعد ولا يتكلم، قلت لها أن هذا طيار وأنت كذلك عندك نص طيار، اشتغل عليه بنفس الطريقة التي ذكرتها للأخت في هذا البث المباشر، في هذا البث أصلا ذكرت للأخت الطريقة اللي تشتغل بها على هذا الجني هذا. فتحة اف أ، أخي محمد هناك أخت رأيت تعليقها على قناة اليوتيوب ليس لديها صفحة على الفيسبوك، تسأل أن تنصحها بعلاج السحر نتج عنه سرطان. لا بد من التشخيص، حالة صعيبة أختي فتيحة، فتيحة اف أ أختي الطيبة، صعيب صعيب والله، لا صعيب صعيب، مانيش عارف النوع ديال السرطان فين، واش في الرأس في الدم في العظام في الرحم، منذ متى بدأ هذا السرطان، الطب ماذا قال، هل تطور المرض، هل انتشر المرض، هل وصلت لمرحلة الشيميو العلاج بالأشعة، هل
سؤال غير كافي. أنا بالنسبة لي أنا أقول لك أن الأسئلة لو طرحت في مكان آخر يجاوبك بسرعة حتى يبرزوا عضلاتهم ومفاتنهم، ولكن كان استغرب لما الإنسان يجاوب على سؤال مثل هذا بهذه السرعة. هذا لا يحق لي أن الطبيب نفسه لو قلت له هذا السؤال هذا ما يقول لك روح خذ الدواء ديال أصحاب السرطان، غادي يسألك على النوع، على الشكل، على الفصيلة، على المدة، على بس أسئلة مثل هذه اللي ذكرت لك، اللي قبل من هذه الأسئلة اللي ذكرت لك أسئلة كثيرة. لا بد من المعاينة. هذا رأيي، وهذا رأي كل واحد عنده عقل ويفكر بعقله، ليس ساذجا ولا غبيا ولا تافها. أما أولئك سبحان الله العظيم اللي تسأله سؤال يجاوبك عليه بسرعة البرق، أرى أن هذا غباء. والله أنا أرى أن هذا غباء، وأن ربما هذا ضعف الشخصية أو هذا جهل، جهل سبحان الله العظيم. لا بد من المعاينة. هذه الأخت كما جمعنا هنا هي قالت أنه أصيبت بمرض سرطان بسبب الجن. نسأل الله العظيم، مرض خبيث، راه قد نسميه بالأكالة كما سماه من قبلنا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم الذي كشف الضر عن أيوب أن يكشف ما بها من ضر، وكل من قال آمين أسأل الله أن يكون له بالمثل. هذه الأخت المريضة من السرطان، مريضة بالسرطان بسبب الجن كما قالت على حد قولها. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم كل مريض موجود معنا في هذا البت رفع كف الضراعة وقال لها آمين أن يؤتيه بمثل ما أتاها، وأن يعجل بشفائه وشفائها. آمين وآمين. اللهم عجل بشفائها، اللهم ارفع الضر عن بدنها، اللهم عجل بشفائها وارفع الضر والداء. آمين وآمين آمين يا رب العالمين عن بدنها. اللهم انزل عليه صبائب رحمتك، صب عليها الرحمات صبا 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 صبا. اللهم ارويها بالشفاء، اللهم داويها بالشفاء، اللهم انزل عليها رحمة وشفاء، اللهم صب عليها صبائب الشفاء يا رب العالمين، شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألما. آمين وآمين يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالرحمن الرحيم، وحسبنا الله ونعم الوكيل، هو ربنا نعم المولى ونعم النصير. المدة الإخوة والأخوات ساعة، تجاوزنا ساعة الإخوة والأخوات. نلتقي بإذن الله عز وجل في بث مباشر، إن شاء الله نلتقي في بث مباشر إن شاء الله آخر، نلتقي في بث مباشر آخر بإذن الله عز وجل، ونتكلم معكم في أي شيء وفي أي موضوع، ونجيب على أي سؤال بدون تمييز بين المرضى ولا أو الإخوة والأخوات ولا تفضيل. كلنا إن شاء الله واحد وكلنا سواسية. كل مريض موجود معنا في هذا البث المباشر جمع معنا على الخير وعلى التقوى وعلى الصلاح وعلى المحبة الصادقة بغير مكر ولا خداع. نسأل الله أن يجمع لنا ولكم خير الدنيا وخير الآخرة. نسأل الله أن يجمع لنا ولكم خير الدنيا وخير الآخرة. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمع لنا ولكم خير الدنيا وخير الآخرة. اللهم من جمع معنا بخير وبركة ونور ورحمة يجمع له خير الدنيا وخير الآخرة. اللهم اجمع لنا ولهم خير الدنيا وخير الآخرة. اغفر لنا ولهم، استر عيبنا وعيبهم، اهد قلبنا وقلبهم، واصلح حالنا وحالهم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، واهد قلوبنا، واصلح حالنا واحوالنا. وان شاء الله اعيدكم ان شاء الله اذا وفقني الله عز وجل غدا يقينا، ما غاديش نخوي بكم الاخوه غدا ان شاء الله بث مباشر اخر نجيب فيه على اسئله المرضى. نلتقي في مده ساعه ونجيب على اسئله ما استطعنا لذلك سبيلا. ونسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يوفقنا وييسر لنا ويعيننا على لقائكم في كل ليله وفي كل مره باذن الله عز وجل، وان ييسر لنا كل عسير دفعنا لكي لا نحضر في هذه البث المباشرة، وأن يوفقنا لأجل ذلك إن شاء الله حتى نكون معكم في كل وقت وحين. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ييسر لنا أمورنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يهدي قلوبنا، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. كل أخ وأخت كتبوا لنا رسالة ونجيبهم عليها نظر لكثرة الرسائل، وأجبنا ما استطعنا والله الموفق. نعتذر منكم اعتذار يعني شديد، وإن شاء الله يوفقنا الله عز وجل نجيب في لقائنا آخر. بارك الله في وحفظكم وعلى قدركم وعجل بشفائكم، ووفقنا وإياكم لكل خير. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم كل ما قلناه في هذا اللقاء أن يكون خالصا لوجه الله الكريم، لا رياء فيه ولا سمعة. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعله في ميزان حسناتي وحسناتكم، وأن يغفر لنا به ذنوبنا ونستر به عيوبنا. آمين وآمين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف مبتلانا يا رب العالمين، اهدنا إلى طريق الحق والسداد والرشاد، كن معنا في كل خطوة نخطوها، نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. ربي ما كان مصاب فمنك وحدك، وما كان خطأ أو سهو أو زلل نسيان في طريقة قراءة ونقول كلام فمن نفسي ومن الشيطان والله رسول وبراء والله أعلى وأعلم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم كل من ساهم في نشر هذه الصفحات والمشاركة معنا والدعم طاق للإخوة، رفع المجموعة، المشاركة الدائمة في المجموعة وإلى غير ذلك. هذا التعب الذي أتعبه معكم أشكر
أشكركم جزيل الشكر إذا كان منكم ولو القليل من الفضل، وإن لم يكن فغفر الله لنا ولكم، ولكن جزى الله خيرا كل القيمين معنا، كل ساهرين معنا، كل المساهمين، كل المشاركين، كل اللي يحاولوا يقدموا لنا ولو أي شيء، شيء بسيط باش نرفعوا المحتوى ديال هذه الصفحات. أسأل الله أن ينفعكم في الدنيا والآخرة، وأن يصلح حالي وحالكم، وأن يرفع قدركم، وأن يعلي شأنكم. أسأل الله العظيم كما تسعون لرفع شأننا أن يرفع رب العالمين شأنكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم كما تسعون لازدهار ونمو هذه الصفحات اللي أتعب عليها يعني بالليل وبالنهار وسنوات وأنا أتعب عليها. أسأل الله أن يجمع لكم خير الدنيا والآخرة، وأن يحفظكم ويحفظ أهليكم وذويكم. آمين آمين يا رب العالمين. قريبا إن شاء الله قبل رمضان بواحد مدة وجيزة سنلتقي في بث مباشر نتكلم فيه على القفة الرمضانية، ونبدأ في جمع أرقام الهواتف، وإن شاء الله سأوافيكم بالجديد حتى تكون الحملة إن شاء الله خاصة بمدينة وجدة، المنطقة الشرقية أخصص مدينة وجدة فقط، تكون الحملة إن شاء الله خاصة بمدينة وجدة، يعني كل القفف تخص بعض الناس في مدينة وجدة فقط، يعني ما غاديش تكون شي حاجة خارج مدينة وجدة. إن شاء الله نتعاون جميعا بإذن الله عز وجل حتى نختار العائلات المحتاجة التي تحتاج وتستحق، ونتعاون إن شاء الله في الخير. سأعلمكم بالبث المباشر وبوقته الخاص بقفة رمضان، ولنا لقاءات كثيرة قبل رمضان وفي رمضان وفي كل الأوقات وفي كل وقت وحين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأشكركم، بارك الله فيكم. ربي ما كان مصوب فيك وحدك، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان، فمن نفسه من الشيطان، والله رسوله منه براء، والله أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم.